أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، البداية من صحيفة صوت العراق، ونقرأ فيها مقالا بعنوان العراق بعد 21 سنة على احتلاله للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي. يقول الكاتب: أثبت تاريخ الغزو وتداعياتها أن الحرية التي ادعوا أنها ستتحقق في العراق كانت واحدة من أكبر أكاذيب الاحتلال، فالذي تجسد من المحتلين تمثل في تأسيس نظام جديد مهترئ فاسد يستخدم القبضة الحديدية للاستبداد بالسلطة وممارسة كل أصناف البطش بالعراقيين من أكثر من عقدين من الزمن الأغبر. ولا يزال العراقيون رغم مرور 21 سنة يترحمون في كل يوم أكثر من سابقه على النظام قبل الاحتلال، لا سيما بعد أن فقدوا نعمة الأمن والأمان على أرواحهم، ويرى معظمهم أن بلدهم في أحسن الأحوال سقط في حالة الفوضى الكبرى التي لم ينهض منها أبداً. سجلت مرحلة الاحتلال فضائح كثيرة، منها القتل بدم بارد للمواطنين العراقيين، ليس فقط على يد البريطانيين والأمريكيين، بل الأكثر كان على يد ميليشيات المالك الولائية، ناهيك عن عمليات التعذيب والترهيب والتغييب والتهجير التي طالت أكثر من ثلث الشعب العراقي، إلى درجة أن العالم أدرك متأخراً أن احتلال العراق كان خطأً كارثياً جسيماً. عدد كبير من العراقيين تعرضوا لجرائم إبادة جماعية ارتكبتها الميليشيات، ومن نيسان 2003 كانت مظاهر الفساد قد استشرت في مفاصل الدولة، وانتشر الفقر بين فئات واسعة من السكان، وارتفعت معدلاته إلى أكثر من 40% عام 2020، وأضحى 20 مليون عراقي من أصل 42 مليوناً يعيشون تحت خط الفقر. ورغم احتياطاته النفطية الهائلة، لا تزال البنى التحتية العراقية من طرق وجسور ومنشئات متهالكة، ويعاني العراقيون من انقطاع يومي في التيار الكهربائي وغياب شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب. أما الفساد فقد تغلغل إلى أغلب مؤسساته بعد أن أصبح العراق من أكثر الدول فساداً في العالم. ومن صحيفة العربي الجديد نقرأ مقالا بعنوان سوداني في البيت الأبيض، استضافة أم محاكمة، للكاتب عبد اللطيف السعدون. يقول فيه: تظل القضية الأكبر في حوار السوداني بايدن من دون أفق واضح للحل، وهي وجود 2500 عسكري أمريكي على أرض العراق بمهمات قتالية غير معلنة تقتضيها ضرورات الأمن القومي للولايات المتحدة، وتحددها لهم قيادتهم ويسميهم العراق مستشارين. وتأكد أن واشنطن أبلغت بغداد بأنها حتى في حال سحب جنودها فإنها لن توقف الهجمات الرادعة لنشاط الميليشيات التي تتعرض للقواعد أو المنشآت الأمريكية في أي مكان، وهددت بأنها ستكون حرة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها في العراق والمنطقة، ودعت كذلك حكومة بغداد إلى فهم التبعات المالية والاقتصادية التي ستترتب على العراق في حال الانسحاب. نحن إذن أمام مشهد سريالي يوضح طبيعة الأوضاع الماثلة في العراق، والتي لا يمكن التنبؤ بمآلاتها بسهولة، وقد تؤدي إلى معركة كسر عظم بين وكلاء إيران النافذين في حكومة السودان والسودان نفسه الذي يتهم بأنه يميل إلى الولايات المتحدة ويطمح أن يحصل على تزكية أمريكية تؤهله للحصول على ولاية ثانية. وفي هذه الحالة سيصطف معه قادة السنة والأكراد، فيما سيتفتت الإطار التنسيقي وينحسر ظل زعيم دولة القانون نور المالكي الذي كان يردد دائماً ما ننطيها، أي أنه لن يسمح لغيره بالاستحواذ على المشهد.
هذا ما توحي به مذكرة السيناتور الجمهوري توم كوتون وفريقه التي وجهها إلى الرئيس جو بايدن، ورأى فيها أن استضافة السودان في البيت الأبيض ينبغي أن تتحول إلى محاكمة على خلفية الارتباط الحميم بين حكومة بغداد وحكومة الولي الفقيه في طهران، إذ يستخدم العراق الدولار الأمريكي لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من سيف العقوبات، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن إعطاء الضوء الأخضر لحكومة بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران ولتمويل ميليشيات الحشد الشعبي، ومن بينها 4 جماعات إرهابية بتصنيف الولايات المتحدة بما يزيد على 3 مليارات دولار سنوياً بحسب كوتون، الذي رأى في ذلك استرضاءً لإيران على حساب حلفاء الولايات المتحدة. ومن صحيفة طريق الشعب نقرأ تقريراً حول الاغتيالات الأخيرة في العراق. جاء في التقرير: بعد اغتيال شيخ عشيرة البيات حسين علوش في قضاء كفري باستخدام طائرة مسيرة، تستعد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشة ملفي المسيرات المجهولة والاغتيالات. استخدام المسيرات في عمليات الاغتيال وهو ليس جديدا عندنا، يعد مؤشرا خطيرا على تنامي خطر السلاح المنفلت، وهو مدعاة قلق بالغ يعكس عدم قدرة الحكومة على ضبط الملف الأمني في ظل تعدد مراكز القوى الأمنية في العراق، والتي من بينها جماعات خارجة عن القانون وجهات أجنبية، فضلاً عن بعضها الآخر غير الدستوري. إذا كانت هناك رغبة جادة لدى الجهات ذات العلاقة بمعالجة الملف بشكل فعلي، فإن من واجب الحكومة نزع خطر الجماعات المسلحة مهما كانت انتماءاتها، وتطبيق القانون بشكل صارم، وتهيئة خطط وآليات أمنية تمكن العراق من حفظ استقراره وأمن مواطنيه. وإن عليها الآن أن تحظر بشكل كامل امتلاك المسيرات إلا من قبل المؤسسات العسكرية الدستورية، ولا بد من القول بعد هذا إن استمرار انفلات السلاح ثم انفلات المسيرات اليوم لا يجمعهما جامع مع الحديث عن الاستقرار الأمني. ومن صحيفة الاندبندنت عربية نقرأ مقالا بعنوان: النظام الإيراني أمام جسور منهارة للكاتب رضا تقيزادة. ويقول رضا في مقاله: خلال العام الماضي وقعت عمليات إرهابية كثيرة في إيران، وتكشف هذه العمليات عن انعدام الأمن وضعف النظام في حماية البنى التحتية بالبلاد. يقول أيضا: بعد مضي 44 عاما من الاستمرار الغريب للنظام الإيراني، تشبه حال النظام حالة المرشد علي خامنئي المتمسك بالولاية المطلقة للفقيه، تربعه على العرش فيما هو ضعيف ومتوهم، يعيش في عزلة ويتظاهر بالتأثير في الأوضاع، لكنه في الواقع يجلس على حد السيف في طريقه إلى موعد مواجهة قدره المحتوم. البحث في نتائج الاقتصاد الإيراني ومقارنتها مع باقي بلدان المنطقة تكشف عمق نسف وتخريب المصادر الوطنية ونسبة البؤس والتخلف في إيران، في حين نشهد حركة نمو وتطور بالبلدان المجاورة. على سبيل المثال، وطبقاً لتقارير المصادر الحكومية، اضطر النظام إلى إغلاق مدارس في 5 محافظات الشهر الماضي بسبب قطع الغاز الناجم عن تخفيض الإنتاج، كما أنه عمل على تخفيض إنتاج وتصدير الغاز إلى تركيا والعراق من 30 مليون متر مكعب إلى 11 مليون متر مكعب يومياً، في حين أن البلدان المجاورة جنوب وشمال شرقي إيران عملت على رفع مستوى إنتاج الطاقة. وتبنى النظام موقف الضعف عندما امتنع عن دخول مواجهة مباشرة مع إسرائيل ومنع حزب الله اللبناني من خوض الحرب. وفي الوقت الراهن الذي يتردد فيه الحديث عن وقف إطلاق النار، فإنها تعتبر حماس وسيلة ضغط منتهية الصلاحية،
وقد وضعت حزب الله اللبناني أمام موقف يتلقى فيه ضربات موجعة من الجيش الإسرائيلي، كما أن الحوثيين وهم مجموعة أخرى من الميليشيات المنتمية لإيران يتلقون ضربات موجعة من أمريكا وبريطانيا بذريعة دعم غزة واستهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر. هذه المواجهات النيابية لم تؤدي إلى إيجاد تغيير في موقع طهران، بل أدت إلى تراجعها لدى الرأي العام ولدى البلدان المتضررة من تدخلاتها. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن خلافات حادة وانقسامات في مواقف الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونقل الموقع في تقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هذه الانقسامات باتت واضحة في الاجتماع الافتراضي الذي جرى هذا الأسبوع بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار. وأشار أكسيوس إلى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماعات افتراضية منفصلة لأربع مجموعات عمل من الخبراء خلال الأيام العشرة المقبلة تركز على جوانب مختلفة تتعلق بالعملية العسكرية في محافظة رفح. بحسب مصادر مطلعة، فإن الجانب الإسرائيلي قدم أفكاراً عامة حول خطط إجلاء المدنيين، وقال إن التنفيذ قد يستغرق 4 أسابيع على الأقل وربما أطول اعتماداً على الوضع الميداني، بينما أكد الجانب الأمريكي أن هذا التقدير غير واقعي وتل أبيب تقلل من صعوبة المهمة. وذكر الموقع أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين بأن الأزمة الإنسانية في غزة والتي تفاقمت خلال الأشهر الخمسة الماضية لا تخلق الثقة في قدرة إسرائيل على إجراء إجلاء فعال ومنظم للمدنيين من رفح. تحدث ممثل الولايات المتحدة بأن عملية الإخلاء المخطط لها والمدروسة بشكل كاف قد تستغرق ما يصل إلى 4 أشهر، فيما رفض الإسرائيليون هذا التقدير. وعلى صعيد العملية العسكرية في رفح، فقد قدمت الولايات المتحدة أفكارها الأولية للبدائل عن الاجتياح الشامل، وتضمن عزل رفح عن بقية قطاع غزة وتأمين الحدود مع مصر والتركيز على استهداف كبار قادة حماس في المدينة وتنفيذ غارات بناء على معلومات استخباراتية. أما الآن فنذهب وإياكم إلى متابعة فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
بدأ مهرجان جينهاي لزهور الكرز السنوي في كوريا الجنوبية إذانا بمقدم فصل الربيع، حيث يشارك آلاف المواطنين في فعاليات المهرجان الذي يستقطب ما يزيد على 2 مليون سائح سنويا. وانطلق المهرجان وهو واحد من أكبر احتفاليات الزهور في كوريا من جينهي بإقليم ساوث جيونس جينسانج، حيث تتفتح أول أشجار الكرز وتحتضن أكبر مهرجان من نوعه في كوريا الجنوبية، ويستمر حتى 10 أبريل الجاري، حيث غطت الطرق والحدائق سجادة من أزهار الكرز البيضاء المبهرة. وذكرت صحيفة ذا كوريا تايمز أنه ينتظر أن تزدهر أشجار زهر الكرز شمالاً في العاصمة سول مع عطلة نهاية الأسبوع. إلى متابعة فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بهذا نصل وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله. إلى اللقاء.